سعد اوقاتكم، كل خير مشاهدينا الاكارم وين ما كنتم عم بتتابعونا. اهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقه المميزه من برنامج بقلوبنا اللي بنسلط الضوء فيها على ابداعات شبابنا وصبايانا ومواهبهم وامالهم. ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم هذه الحلقه. رح نبلش ولكن بعد هذا الفاصل. اسمحوا لي هلا مشاهدينا رحب بضيوف حلقتي لها اليوم، صبايا عندهم ابداع بمواهبهم، عندهم تميز، عندهم امال وطموح لمستقبلهم، واكيد بيسعدني يكون معي بهيدي الحلقه روز بدور. اهلا وسهلا فيكي روز. اكيد روز بدور مهندسه معماريه وكمان هلا عم تحضر لمشروع التخرج وعندها موهبه الغناء. كمان مشاهدينا اسمحوا لي كمان رحب بضيفتي آية غنيجي عم بتحضر لدراستها وعندها موهبة التمثيل، رح نحكي عنها ضمن برنامج بقلوبنا. أهلا وسهلا فيكي آية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. كتير حلو أنه نجتمع على محبة المواهب والشغف اللي موجود عند شبابنا وصبايانا. رح بلش من عندك روز، يعني هندسة معمارية وعم تحضر لمشروع التخرج وهلأ عندي كمان موهبة الغناء، نشوف هيك شو النقاط المشتركة بين الغناء وبين الهندسة. هلأ بداية يعني العمارة هي فن وعلم نفس الوقت، يعني هي بميزة عن باقي الهندسات انه فيها فن. والصراحة انا يعني العمارة بدها ساعات دراسة طويلة، فانا دائما بسمع الموسيقى وهيك، وبنفس الوقت وقت بحب هيك افرغ شوي عن نفسي بحب غني. بكل الاوقات بتحب تغني؟ يعني حسب. شو حابي هيك تسمعينا بداية؟ ممكن شي لفيروز؟ تفضل. يا قمر مشغرة يا بدر وادي الدين يا جبهة العالي ومي الزرى بالغيم، قولوا إن شاء الله القمر يبقى مضوي وقمر ليطال عزو حدا وليصيب وجهه ضيم، خطت آدم كن على الأرض هالدارة انتو الأحبة وإلكون الصدارة، خطت آدم كن على الأرض هالدارة انتو الأحبة وإلكون الصدارة، خطت آدم كن على الأرض مسموعة خطوية العز وجبهية المرفوعة، ويا حلوية اللي عالحالة عم توعى بيديك العقد وعنديك الإسوارة، وخطت آدمكن عالأرض هالدارة هالدارة هالدارة. الله الله يا روز، يسلم هالصوت. عجبك صوت روز؟ حلو. يعطيك العافية روز. هلا رح ننتقل لعند آية. آية هلا عم تحضري للبكالوريا، ولكن هذا الشيء ما منعك انه يكون عندك موهبة وعم تشتغلي على هيدي الموهبة. بنحكي عن مرحلتك بالتمثيل. من البداية؟ من البداية. هلا بلشت كنت صف سابع، كان عمري شي 13 سنة، كنت أحب عندي شغف بهيدا الشيء. نعمل نحن عندنا بفرقة اليسار إخراج بإدارة الأستاذ نال عدارة والأستاذ بسام سعيد، نعمل نحن دورات إعداد ممثل للي عنده شغف بهيدا المجال. اللي عنده شغف بهيدا المجال بيجي بيعمل دورة إعداد ممثل مدتها شي 6 أشهر. حلو. اللي هي البدايات الرئيسية أو الخيوط، يعني مفاتيح الأساسية. ما فيني الواحد، أنا ما فيني أصنع ممثل بس فيني سلمه بداية الطريق للممثل. اشتغلنا على هيدا الأساس. أول دور لإلك أنت بشو كان؟ مسرح. لا، أول دور كان مع الأستاذ عماد ياسين بحلقة بهيك حالنا، كان اسمه المسلسل 3 سنين 4 سنين، وبعدين صار مسرح. حلو. يعني هلا انت عم تشقي طريقك بهيدا المجال، واضح من وقت اللي كنت يعني صف سابع وانت عم تشتغلي في شغف بهذا الموضوع. يعني كتير حلو انه نحن نشتغل على المواهب اللي عندنا، وكتير حلو كمان انه نشوف حدا داعم لنا بهيدا المجال. وقت اللي بنشوف نحن ما في اشخاص داعمين لنا، يمكن الموهبه بتموت عند الشخص، وفي كتير اشخاص عم بتصير معنا، ولكن اللي عنده شغف بهيدا المجال بنحسه عم ينطلق وعم بيشتغل وعم بيتميز. قد ايه بتحسي يا روز انه فعلا البيئه الداعمه لنا بتحقق لنا كثير من الشغلات انه نحن بنحسها انه مستحيله؟
هلا هذا الشيء كثير انه اكيد يعني، لانه الواحد يعني خلقه وقت بكون عم يشتغل شيء بيكون لازم يحارب لحتى يوصل له. صحيح. كيف اذا حتى محيطه اللي قدامه اقرب شيء له مثلا عائلته ما انا داعمه له، بيكون شيء كثير صعب. كثير حلو. يعني وانت مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك انه العيله كلها بتغني، كتير حلو. يعني هلا مثلا اذا انت غنيتي في نقد، بيكون نقد بناء، هو بيصوبك للعمل الناجح بالضبط. قد ايه بتحسي انه فعلا العيشه ضمن بيئه موسيقيه غنائيه بتعطيكي المفاتيح الاساسيه بالغناء؟ هلا شيء اكيد، لانه انا يعني من صغري بسمع بابا بغني واخواتي بغنوا، هلا انا مؤخرا يعني حتى بلشت اغني. بس مثل ما بتحكي حضرتك يعني اي شيء انا بغني يعني لحتى اعرف رايي صحيح بغني قدام بابا، بغني قدام اخواتي، هن بيقولوا لي غلطتي هون صححتي هون، يعني هن اللي كانوا داعمين لك بتصويبك بهيدا المجال. يعني ما رحتي له عند حدا تاني مثلا مغني او موسيقار؟ احيانا بنحس انه نحن بنغني بطريقه صحيحه، ولكن اللي البارز بهيدا المجال بيقول لك لا، انه هون في اخطاء، فيكي انت ترممي هيدا الخطا من خلال النصائح اللي بيعطيك اياها الشخص اللي مقابل لك. اني انت اتجهتي لهيدا المجال ولا كان الداعم الاساسي لك والناقد البناء لك هو اهلك؟ ايه بالضبط، كانوا هم الاساس، ويعني مشتغلين يعني بابا مشتغل بالفن من زمان، فهو الاساس كان داعم لي. وانا شاركت بمسرحيه بالجامعه غنيت فيها، فكمان قبل البروفات كلها قدام بابا يعني وشفت ال اكثر شيء يعني النقد البناء اكيد بده يكون من الاهل، يعني قد ما يكون النقد جارح ولكن هو بيكون لمصلحه نجاح. صحيح. العمل. ايا انت انتقلتي للمسرح واشتغلتي كمان سينما، وكان من اخر نجمه صباح ودمتك وحبر يعني، واشتغلتي على المسرح، قد ايه حسيتي حالك انه في فرق بين وقفتك على المسرح وبين تمثيلك بالسينما؟ هلا في فرق كتير كبير بين المسرح والسينما. هلا المسرح هو عبارة انه عن الكلمة هي طلقة، يعني الكلمة بس تطلع ما عاد فينا نرجع، ما فينا السينما فينا نعيد نحن. في فرق كتير كبير بيناتهم. بس هلا انا من ناحيتي بحب السينما اكثر شيء، بحب الكاميرا اكثر. بس اللي بده يبلش صح، اللي بده يمشي صح، ببلش فنه صح، ببلش المسرح ابو الفنون. يعني بده يتعلم مسرح، يدرس مسرح، يعرف كل شيء عن المسرح، يوقف على المسرح لحتى يكون الطريق اللي هو عم يرسمه صحيح. طيب هي العناصر الاساسيه اللي تكونت عندك من خلال انت انطلاقتك من المسرح، شو هي اللي خلاكي انك تكون انجاز وطموح لمستقبلك؟ هل المسرح اول شيء بيخليكي تكسري في شيء عنا بالمسرح اسمه هو الجدار الرابع، هو الجمهور. يعني انت مجرد ما تكسري هيدا الحاجز الرابع، يعني انت كسرتي خوفك من الجمهور، كسرتي خوفك انه انت عم توقفي هلا امام ناس كثير، امام 1000 شخص، انت في منهم بتعرفيهم، في اهلك، في عالم بتحبك عم تفرج عليكي. فهو هذا الجدار الرابع مجرد ما ينكسر عند الشخص بوقفته على المسرح، هذا الشيء بيعطيه كثير ثقه بالنفس، بيعطيه كثير جرأه، بيغيره كثير من جوا. حلو. روز يعني كثير كمان الثقة بالنفس، يعني انت عم تقولي مثل ما تفضلت آية وقالت انه الثقة لازم تكون موجودة، الخجل لازم يكون ممحي من عند اي حدا عنده موهبة، خصوصا الغناء او التمثيل او اي شيء مختص بالفن. قد ايه بتحسي انه فعلا ثقتك بنفسك من خلال الدعم اللي المحيط لإلك هذا الشيء عم بيتلاشى عندك؟ هلا اكيد، وخاصه يعني وقت بكون مثل ما قلت قبل شوي انه مثلا بروفات قدام بابا قدام اهلي، يعني بكون فكر حال واحد انه كسر هذا الحاجز. بس وقت اللي بيطلع على مسرح وقدام عالم كثير، يعني ما يعني بضل هذا الحاجز، الخوف او هالرهبه يعني موجوده. بس دائما كانوا اهلي معي الحمد لله موجودين يعني، وبشوف نظرات الفخر بعيونهم، ان شاء الله دائما اكون مصدر فخر لهم يعني. فهذا الشيء كمان بيزيد لي ثقتي بنفسي كثير. كثير حلو. شو حابه تسمعينا هلا روز؟ شيء لمروان خوري. تفضلي. بيتغيروا هالناس، بيتغير شكل الحب، لكن عند الاحساس بيضل منبدل الامان ومشاعر الحنان، بلعبة ثواني منتعب ومنمل، منقول ضاع الحب وخلاص، تاني اكتمل مندور عالنقص، عحب عابر نتصيد فرص ومنشتري ومنبيع،
لحظة سعادة أو فرح وأسرار بالعتمة ما بتنفضح ومنحس بالآخر في شي انجرح جواتنا وعم بيضيع حزيني حزيني السعادة العذاب ناطرها وحيدي وحيدي الايادي الممدود الاخرها حبيبي وعدني بفرحة قريبي لوينك اخدني بهالرحلة الغريبي دخيلك رجعني لبيتي ونصيبي حبيبي يا حب وصداقة يا عشق وخياني يا حب التملك يا طبع الأناني يا عشري طويل من بيعب ثواني ثواني حبيبي. يعني فعلا هذا النمط من الاغاني يعني بتحسي فعلا صعب انك توصل الاحساس، يعني فعلا الدعم الاساسي هو كثير حلو بحياتنا وكثير حلو مثل ما تفضلتي قلتي حضرتك الثقه بالنفس وانكسار الخجل بين بهذا المجال من الفن وخصوصا التمثيل، يعني قد ايه بتحسي انه فعلا النقد البناء كذلك هو مهم كثير كثير لنجاح اي شخص بهيدا الحياة، يعني انت داخلي مجال هيدا المجال مو سهل، بدك تسمعي النقد السلبي، النقد الايجابي، وهذا الشيء رح يحفزك كونه عندك شغف في هذا الموضوع انك تستمري وتتلافي كثير من الاخطاء اللي انت تمري فيها. هلا بتواجد انا مع الاستاذ بسام بدورات اعداد الممثل، فهو دائما بيردد كلمه انه بس بدي الطلاب مثلا بيطلع اربع بيعملوا مشهد فالدفعه اللي معهم بيقولوا انا ما بدي حدا فيكم يعطي شيء ايجابي، بدي اعطيه شيء سلبي بس نقد بناء، يعني انت ما تكسر ما تحكي شيء غلط او تسيء لزميلك، بس انا بدي تدور، ما بدي تقول له حلو او انت عملت شيء حلو، بدي تدور لي وين في اغلاط، وين عامل هو شيء غلط بدي اياه، لانه هو دائما النقد البناء مفيد بشكل، هو اي حدا لما بدي اشتغل انا عمل اجباري انا بدي اشوف عالم بدها تحب وعالم ما بدها تحب. صحيح. فالعالم اللي ما بتحب هي دائما لازم نحطها ببالنا، دائما اجباري انا رايحه لحتى اشتغل اكيد مو لحتى كل العالم يبهر هذا الشيء، لحتى في ناس بتحب ناس ما بتحب، فانا دائما بحب الناس اللي ما بتحبي، اللي انه هون انت عملتي هون غلط انا برايي كذا، طبعا بعيدا عن النقد الهدام اللي هو بيكون الشخص عم يحكي انه حتى ينزلك لتحت انه انت ما بتستاهلي انت ما لازم انت غلطتي دائما، بس النقد البناء بفيد جدا انه انت غلطتي هون وانت عملتي هون بصير انا بتلاقوا بالعمل الناجح تماما، بصير انا بتلافى هيدي الاخطاء ما عاد بكررها يعني. والسلوكيات لازم تكون على قد مثلا النقد يكون، يعني لازم يكون حاضر بايجابيته كونه الشخص المقابل لنا هو عم بيعطينا الشيء الايجابي لنا ولمصلحتنا. تماما. كثير حلو. هلا روزي بحياتك الجامعية أكيد بتضيف لك كثير من الشغلات كونه أنت بتكوني بمرحلة وتنتقلي لمرحلة جديدة بالإضافة لهذه الموهبة، سواء كان من الدكاترة الموجودين معك رفقاتك، خصوصا أنت عم تحضري هلأ لمشروعك، أكيد رح يكون في تعاون بينك وبين هيدا لنحصل على المشروع الناجح والتخرج إن شاء الله، يعني هيك بنفرح لك فيه. بالإضافة للموهبة أكيد حلو أنه يكون عندنا نقد من خلال رفقاتنا، من خلال جامعاتنا، من خلال سهرنا والجامعات اللي بنعيش فيها المحبة، قد ايه هذا الشيء كمان بيضيف لك انه فعلا وقت اللي بتشوفي انت مشجعين ولكن ذو نقد بناء؟ اكيد هلا ما في مشروع بيكمل يعني، وخاصه هلا بالعماره او هيك بدون نقد يعني. انا حتى يعني بمرحله من المراحل انا لازم انقد حالي، بس اكيد يعني الدكتور اللي بيكون مشرف او حتى رفقاتي احيانا نحن بنشتغل شيء ونصلح لبعض. يعني لازم يكون في شخص خارج المشروع يشوف وينقد، واكيد النقد البناء يعني كثير شيء مهم. كثير حلو. هلا كمان في كثير آية من الفعاليات اللي عم نعيشها وعم تكون حاضنه لها محافظه اللاذقيه بكل المجالات واللي عم تختص ب تسليط الضوء على مواهب شبابنا، مثل ما أسلفنا سابقا ببداية حوارنا أنه فعلا في كثير من المواهب عم تنعرض على بالمركز الثقافي وعم بيكونوا حاضنين لها بمختلف المجالات، قديه بتفتح هيدي الفعاليات وهيدي الجمعات هدول شيء كثير حلو للشباب اللي عندهم مواهب؟
هلا عم يصير مهرجانات وفعاليات كثير مهمه بالمركز الثقافي او بالمسرح القومي، عم نشوف فيها شباب جداد، يعني مشاريع شبابيه عم ينزلوا عم يشتغلوا. صحيح. عم يبينوا حتى في اخراجيا كمان احيانا مشاريع، يعني شاب بيكون بيشتغل ممثل بيشتغل احيانا بالاخراج بيعمل تجربه له. في الشهر الماضي كان في مهرجان لفرقة أليسار 3 أيام، أول يوم كان في تخريج دفعة 12 من فرقة أليسار وتخريج صغار أليسار كتير صغار هن، في منهم أكبر شي فيهم يعني عمره 5 سنين، واليوم اللي بعده اشتغلنا مسرحية الضيوف إخراج الأستاذ نضال عديرة. حلو. كمان واليوم الثالث كان في كمان هون مشروع شبابي جعفر درويش كان مشتغل مسرحية فودكا. كمان كانوا الناس اللي على المسرح كلهم ممثلين جدد ونصهم أول مرة بيطلع على المسرح، وحتى هو كانت هي أول تجربة له بعتقد إخراجيا. فالمركز الثقافي عم يتيح كتير من الفرص للفعاليات، فرص للشباب يبينوا حالوا إن كان بالتمثيل أو بالإخراج أو بالغناء أو بأي شيء تاني. كتير حلو. أكيد بدنا نشكر لكل حدا عم يكون داعم لشبابنا بهيدي المرحلة، لأنه من خلاله رح نبني كتير من الشيء اللي دمر بحياتنا. أكيد شبابنا كتير متأثرين إلى حد ما، ما رح نقول إلى حد ما يعني متأثرين جدا بهيدا الوضع اللي عم نعيشه هلأ. روز كمان عندك موهبة، هي موهبة التصوير بالكاميرا وخصوصا كاميرا الموبايلات. طبعا. بالإضافة كمان ترسمي بطريقة هندسية جميلة جدا، يعني هيدا الشيء أنه عم تحسي أنه فعلا في عدة مواهب، هيدي المواهب أنت عم تشتغلي عليها بالضبط، بس كلها بالنهاية بتكمل بعضها يعني. صحيح، كونه انت مهندسه معماري وهذا الشيء بيتقاطع بيجتمع مع شغلك انت. هلا كتصوير انا يعني من صغر بحب صور وهيك، بس من فتره تبعت عده دورات بالتصوير. حلو. بالشبيبه طبعا، هي من قصه الدعم والدعم. صحيح. اكيد. وهلا هلا صرت اعرف اخذ صوره حلوه مثل ما بيقولوا، وبالنهايه كعمارة يعني كثير بيهمنا شيء اسمه تغذيه بصريه، يعني يكون في عندنا ذاكره بصريه. حلو. فكله بيكمل بعضه بالنهايه. يعني بتاخدي انت الشيء ده، يعني هندسه العماره بدها شيء دقه، بدها شيء عالي مستوى لناخذ نحن الصوره بشكل صحيح والرسمه بشكل صحيح. كمان هيدي الصوره مثل ما عم نشوف يعني عم تاخدي الشيء بطريقه جميله، يعني قد ما تكون الشغله بسيطه عم طلعيها انت بطريقه جميله، مثل كمان هيدي الصوره. على شو بتعتمدي انت باخذ الصور روز؟ هلا في تكنيكات معينه كانه تكنولوجيا يعني كموبايل، بس بشكل عام يعني مثل ما بيقولوا انه النظره، يعني شيء انا بحب انه شفته مثلا بحب ورجيه لغيري شيء معين، فبحب اخذ الصوره على هالاساس. يعني مثل هيدي الصوره على شو يعني جميله جدا، شو يعني طالعه جميله هيدي الصورة. هلا حتى هون يعني لعبنا شوي بقصة الوراق وكذا وتقريبة وهيك لحتى تطلع الصورة مثالية، يعني قد ما تكون الصورة بسيطة عم تاخدي انت جماليتها وعم بتضيفي شيء من عندك انت لتكون بهيدا الجمال. آية يعني وانت قلتي انه انت حسيتي حالك انه بتحسي حالك انه الأقرب لقلبك هو السينما. طيب السينما شو بتحسي انه عم بتضيف لك، يعني العناصر الاساسيه اللي انت عم تحسي حالك انه فعلا انت موجوده فيها؟ هلا السينما اول شيء في اوقات بتكون يعني مثلا بيكون ممثل موهوب جدا جدا جدا، بس بتشوفيه قدام الكاميرا يا اخي بتحسي انه ما حلو على الكاميرا، انه انت خليك على المسرح. وفي كثير ممثلين انا بعرفهم هن موهوبين جدا وكثير شغلهم حلو، بس على السينما بتحسي شكلهم ما حلو، يعني كمان الشكل بيلعب دور مو الجمال، الحضور الممثل امام الكاميرا هو اللي هو تقريبا مفتاح مفتاحه بالسينما. في ممثلين كثير جيدين ما إلى علاقه موهبته او شكله الخارجي، إلى علاقه حضوره. هي السينما صوره بالنهايه، هي صوره اكثر شيء. ولكن في كثير من اللي عنده مواهب انه كثير من الاشخاص بيروحوا للسينما اذا كان في دعم بالموضوع بحبوا الشهره. تمام. انه السينما بتقتصر كثير من المسرح بتحسي انه صحيح بيعلم وصحيح، ولكن ما معروفين مثل السينمائيين او اللي بيشتغلوا بالسينما.
قديه بتحسي انه هذا الشيء فعلا موجود على ارض الواقع؟ هلا موجود كثير، نحن بنشوف هلا المسرح انه انت عم تشتغل مسرح بيكون ممثل كثير جيد وفي منهم كثير هون بيطلعوا على انه ما مين انت ما بعرفك انا ليش، انه هو بيشتغل مسرح وخاصه هون ما كثير في هالفرص اللي بتنعطى للشباب، يعني بيكون في شباب كثير هن بيستاهلوا ياخذوا فرصه، بيستاهلوا يطلعوا، بيستاهلوا يبينوا. بتشوفي انت ناس عم تطلع عم تبين وعم تنشهر ما بتستاهل، بس ما في هاي الفرص اللي ما في قلال الناس اللي بتوثق بمواهب الشباب. لهيك نحن دائما بالتمثيل بيقنعونا انه انت صير خريج، انه انت درست مثلا بجامعه المناره ولا بالمعهد العالي فيك تحاربي، بيصير انت معك شهاده التمثيل بتحارب فيها، بتصير انت خريج، يعني ما عاد حدا بيقول بيتفضل عليك انه والله عجبني شغلك وبشغلك كذا. هيك اي واحد لازم يكمل العناصر الاساسيه لا يخطي خطوته بتحقيق طموحه بالمستقبل. روز شو حابه تسمعينا؟ يا رايحك فرحة لمرق بسوق العنب، في بنت بتنسى حالها هي وعلى هاك الباب، خبرنا كيف أحوالها يا رايحك فرحة تعرفها من عينيها بيضلوا تعبانين، تطلع ايديها اخواتمها الحلوين، تعرفها من عينيها بيضلوا تعبانين، تطلع ايديها اخواتمها الحلوين، قرب خبرها عني بلكي زعلاني مني، وسرق لي انت قبال خيط صغير من شاله، ويا رايح اكفر حاله مرق بسوق العنب، في بنت بتنسى حالها هي وعلى هاك الباب، خبرنا كيف احوالها يا رايحك فرحاله. الله الله يا روز، يعني نحن بدنا يعني نتشكر كل حدا يعني عم بيكون داعم لشبابنا ولصبايانا، يعني في كثير من الشباب عندهم مواهب، عندهم ابداعات، عندهم تطلعات للمستقبل وانجازات، وعندهم كثير من المخزون سواء كان الثقافي والعلمي والابداع بحد ذاته. يعني وقت اللي بتشوف اي فعلا مثل روز ومثل كثير من صبايانا وشبابنا عندهم هيدي الابداعات، قد ايه بتحسي انه فعلا هيدي الغيره لازم تنعكس بغيره ايجابيه؟ نحن لازم نكمل حالنا، يعني ما لازم نغار بطريقة سلبية. قد ايه بتحسي فعلا الغير الإيجابية بتحقق نجاح؟ هي الغيرة الإيجابية أنا دائما بحكي عنها أنه أنا عندي الغيرة كتير، بس غيرتي دائما بتكون إيجابية. بحياتي ما حسيت أنه أنا مثلا بحياتي أنه غرت من وحدة مثلا بتمثل أحسن مني بالتمثيل، أنه إيه هي بتمثل أحسن مني، أخذت فرصة أكتر مني كذا، إيه ليش كذا، بس عندي دافع الغيرة الإيجابية أنه هي اشتغلت أحسن مني أنا بدي أشتغل حتى أطلع أحسن منها، هي عملت أحسن أنا بدي أشتغل، بدي أضيف، بدي أقرأ، بدي أتابع، بدي أحضر، بدي 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 مشان أشتغل أحسن منها. فهي الغيرة الإيجابية أنا دائما بحكي عنها أنه هي عامل محفز، يعني كتير مفيد الغيرة الإيجابية. ولكن بالمقلب الثاني يا روز، في كتير من الأشخاص بحياتنا واللي نتعامل معهم في نعتبرهم أصدقاء، يمكن هيدا الغيرة بتنعكس إنه ما يكون في صداقة، تسيء للصداقة، يعني كمان تكون بداية فشل لتحقيق أهدافنا. قد ايه بتحسي فعلا لهدول نعتبرهم أشخاص مريضين اللي بيتعاملوا بهيدي الطريقة، ولكن هذا واقع عم نعيشه، قد ايه بتحسي إنه فعلا هيدا الشيء موجود على أرض الواقع من خلال المحيط اللي عم تعيشي أنت؟ هل هو أكيد موجود على أرض الواقع، وخاصة كونك أنت هلا عم تتخطي مشروع التخرج بالهندسة المعمارية، أكيد رح يكون في غيره، هي جمعت علامات اكثر مني، هيدي طلعت المادي انا ما طلعتها، هيدا الشيء قد ايه بتحسي انه فعلا عامل محفز انه نحن نشتغل على حالنا ونكون افضل من غيرنا؟ اكيد. هلا مثل ما حكيت آية قبل شوي، انا اكيد قصه الغيره الايجابيه اكيد موجوده، والوقت اللي بشوف شخص ناجح اكثر مني انه ليش مثلا هو شو عامل، اكيد ما وصل لهون هيك بالهين، يعني اكيد في تفاصيل اشتغل على حاله كذا لحتى احاول انا اشتغل على حالي اكثر، بس موضوع انه بالنهايه كشغلي انا بحب وصل، يعني يكون مضمون شغل ضابط ودقيق وهيك. ساعتها وقت يكون حواليك بغاروا منك، يعني انا بحاول قدر المستطاع وقت حدا بيسالني جاوب انه انا شو عملت لحتى وصلت لهون او هيك. اما اكثر من هيك يعني بالنهايه مثل ما عم تحكوا اكيد الغير ايجابي. كثير حلو او كثير جميل انه نشوف هيدا التميز وهيدي الانجازات اللي عم نشوفها عند الصبايا مثلكم. طموحكم ما عم بيوقف عند التحصيل العلمي، ولكن عم بيتخطى هيدا الشيء انه كنت تشتغلوا على حالكم، واكيد بدنا نشكر كل حدا عم بيدعم هيدا
العشرية عند شبابنا وصبايانا، يعني في كثير من الأشخاص عم تكون ظروفهم قاسية، ولكن هيدي الظروف القاسية مانا عم توقف عند إرادتهم، بس نحن نشوف الإرادة ونكون الإرادة موجودة أكيد رحنا فينا نتخطى المستحيل ونحقق كل هو المستحيل. أنا بتشكر تواجدكم معنا آية غنيجي، وإن شاء الله يا رب شوفك هيك ليس فقط بسماء سوريا بسماء العالم، اسمك لامع آية غنيجي، وبتمنى لك التوفيق كونه هلأ عندك تحضيرات للبكالوريا، وإن شاء الله يا رب تكون هيك المستقبل حامل لك كل التميز والنجاح. أهلا وسهلا فيك آية، وكمان روز يعني أكيد بنبارك لك بالتخرج سلفا، وإن شاء الله هيك بنحكي مع بعض ونقول لك مبروك مباشرة، إن شاء الله يا رب يكون هيك كمان مثل ما قلت لآية اسمك لامع بسماء الغناء، ويكون كل شيء مميز لك بالمستقبل. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا، إن شاء الله يا رب تكون حلقتنا لهاليوم من بقلوبنا نالت أعجابكم، ودائما بنكرر وبنقول شبابنا بقلوبنا، بهيك خصصنا برنامج بقلوبنا لكم. إلى اللقاء.